بقى. إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. متابعينا الكرام اليوم يعني جوج ديال لي كوبل يعني طوس فهم مزوجين هادي عام ونص والثمن ديالهم هو 700 درهم. متابعينا الكرام الإشارة متابعينا الكرام فاحنا كنتواجدوا على بالقرب من يعني السوق المركزي لمدينة تطوان. متابعينا الكرام وكاين جوج ديال لي كوبل طبيعة الحال فهذه هي ميزة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فهاد جوج ديال لي كوبل فهما تقريبا هادي عام ونص هما مزوجين مع بعضهم يعني كاين واحد التناغم كاين واحد التفاهم مع هاد جوج لي كوبل وكما قلنا فالثمن ديالهم هو 700 درهم. متابعينا الكرام كما قلنا فالشكل ديالهم متابعينا الكرام خصوصا مني يعني كيفتحوا الريش ديالهم فكيكون عندهم واحد المنظر اللي هو جميل ورائع. متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي قناه الشا فالشكل خصوصا الانثى متابعينا الكرام كيف داير يعني الشكل ديالها فهو جميل جدا كاين اللون الازرق والاخضر وكذلك اللون يعني الاسود المختلط باللون الابيض وكذلك هذا هو الشكل ديالهم متابعينا الكرام. فبالنسبه للهواة الطاوس خصوصا الناس اللي عندهم يعني متابعينا الكرام حديقه اللي هي في البيت او عندهم منازل اللي هي خارج المدن هذا هو الشكل ديالهم متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا فالشكل ديالهم جميل ورائع جدا وكما قلنا فهما لمده تقريبا عام ونصف هما مزوجين يعني مع بعض هاد لي كوبل هذا والثمن ديالهم هو غير 700 درهم. اذا هذه هاوت هذه ميزه بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الطاوس واللي كيعشقوا انهم تكون عندهم طيور يربيوها مثل هذا الطاوس خصوصا انهم متابعين الكرام ف يعني كيكونوا متفاهمين اكثر خصوصا في الفتره كما قلنا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر فكاين جوج ديال الطاوس اللي كيتباعوا هنايا باسواق الحمامه البيضاء بالقرب من السوق المركزي لمدينه تطوان جوج لي كوبل الشكل ديالهم فهو جميل جدا متابعينا الكرام والثمن ديالهم غير 700 درهم. يعني كما كتشاهدوا خصوصا يعني الانثى يعني الالوان ديالها فهي جميله جدا يعني كما كتشاهدوا هو ده الشكل ديالهم يعني الشكل ديالهم فهو رائع جدا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي قناه الشعب بالنسبه للناس يعني اللي كيعجبهم هذا النوع من الطيور انهم يربيهم ويكونوا معاهم يعني عندهم في المنازل ديالهم او في الحدائق ديالهم خصوصا وان مجموعه ديال الناس فهم كيفضلوا هذا النوع من الطيور ديال الطاوس انها تكون عندهم في المنازل ديالهم خصوصا ملي كيكون الذكر والانثى فكيكون التفاهم اكثر ويمكن حتى هما عاود يتوالدوا ويديروا عاود كما كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات هما كينفتوا يعني متابعينا الكرام كما قلنا متابعينا الكرام فهاد جوج لي كوبل ديال الطاوس فهما الثمن ديالهم فهاد الثمن ديالهم 700 درهم وبطبيعة الحال فهما لمدة أكثر من عام ونصف هما مع بعضهم يعني متفاهمين مع بعضهم والشكل ديالهم متابعينا الكرام فهو الشكل ديالهم فهو رائع جدا خصوصا ملي كيتحركوا كيفتحوا يعني الجناحين ديالهم
والريش ديالهم. فكتبان الجمالية ديال هاد الطيور خصوصا المتابعين قناة شوف تبي قناة الشعب لازلنا في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. اليوم موضوع اليوم هو جوج ديال لي كوبل ديال الطوس اللي الثمن ديالهم غير 700 درهم بأسواق الحمامة البيضاء. بطبيعة الحال فأي واحد كيكون يعني دايز من هنا إلا وكثير الانتباه ديالو هاد جوج لي كوبل. أولا الشكل ديالهم اللي هو رائع وكذلك التناغم حيث أنهم واقفين مع بعضيتهم كاين واحد التناغم والتفاهم مع بعضيتهم. واكيد كاين بزاف ديال العشاق ديال هذا النوع من الطيور متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب. اذا كما كتشاهدوا هو خصوصا يعني الانثى الشكل ديالها فهو رائع جدا متابعينا الكرام يعني بهذه الالوان ديال الزاهيه اللون الازرق والاخضر يعني والبني والاسود والابيض والرمادي يعني الوان جميله جدا متابعينا الكرام. كذلك نفس الامر بالنسبه لطوس الذكر حتى هو الشكل ديالو فهو جميل فيه شويه ديال الاخضر ولكن كيغلب عليه يعني اللون البني اكثر متابعينا الكرام متابعي انا شفت في قناه الشعب. اذا كما قلنا اليوم كوبل فالثمن ديالو داير غير 700 درهم هنا باسواق الحمامه البيضاء. هذا هو الشكل ديالهم. هذا هو شكل هاد جوج لي كوبل. اذا متابعينا الكرام شكون غيدخل على هاد الميزانه مدينه تطوان شكون غادي يشري هاد جوج لي كوبل ديال الطاوس خصوصا وان الشكل ديالو فهو جميل جدا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب. طبيعه الحال فالاغلبيه ديال المواطنين اللي كيشريو هاد لي كوبل كيكون عندهم يعني حدائق اللي هي صغيره باش يزينوا بها هاد الحدائق ديالهم. طبيعه الحال ف هاد النوع من الطيور فهو كيبغي انه تكون العناية خاصة بخصوصا الريش ديالو اللي كيبغي العناية أكثر متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب. إذا متابعينا الكرام إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.